استاذ ايلي، اكيد بدايه اهلا وسهلا فيك على لبنان جيد. نحن مثل ما بتعرف وضع لبنان صار وضع كتير مزري. اليوم بدنا نسالك من موضع مسؤول كمان في حكومه. استاذ ايلي، خلينا نقول انه اذا بدهم يفكروا صح، وهذا شيء صعب عليهم لانه من سنوات عم بيفكروا غلط، دمروا البلد. اليوم بعد ما وصلنا الى الانهيار المالي والاقتصادي والصحي والبيئي وانهيارات بكافة المجالات، ما بقى في خيار الا لنفرمل الانهيار انه نروح الى تشكيل حكومة. هلا الجو المعلوماتي بيقول انه بين بكرة وبعد بكرة في حكومة، طيب شو رح يتغير إذا صار في حكومة؟ على الأقل يمكن يقدروا يأمنوا مازوت لهالبلد، يأمنوا بنزين لهالبلد، يأمنوا كهرباء لهالبلد، يأمنوا أدوية لهالبلد، لأنه هلا عم تيجي مثلا طيران عم يوصل حامل آلاف الأطنان من المساعدات الطبية، بس وين عم بيروحوا ما حدا بيعرف، نعم، والمستشفيات عم بتقن وتعن، ما فيها كهرباء، ما فيها مازوت، ما فيها أدوية، حبة بنادول ما في بالسوق. من هالمنطلق الحكومة مش رح تعمل المعجزات هالكم شهر، بس عندها مهمة تفرمل الانهيار بانتظار الحل الاقتصادي الشامل، وتشرف على انتخابات نيابية. ربما الشعب بيوعى بغير هالطبقة وهالمنظومة الحاكمة كلها، وبنروح باتجاه طبقة سياسية جديدة ترجع تعيد بناء هالوطن. بركي بيرجعوا أولاده له، لأنه كلنا عم نشوف قدام الأمن العام من أسبوعين لهلأ آلاف المواطنين يوميا عم بيناموا على الطريق لياخذوا الباسبور ليهاجروا ويتركوا لبنان. نعم، بقى رح يصير لبنان فقط للنازحين وللاجئين، ما رح يضل في حدا من الشباب اللبناني. نعم. أستاذ ايلي، برأيك وخلال كل الأيام اللي مرقت، هل مر على لبنان أسوأ من هالأيام اللي عم نعيشها؟ يعني نتأسف نقول انه قرينا وراجعنا وشفنا افلام وشفنا صور، لا بالحرب العالمية الأولى ولا بالحرب العالمية الثانية ولا بالحرب اللبنانية وصلنا إلى الانهيار اللي وصلنا إله بهذا العهد. والحقيقة أنه حتى ما كنتش عم بتجنى إذا في حدا من أركان العهد بيعطينا ربع إنجاز لنزقف له، نحن بنقول أنه في شيء.